الجنوب يا رجال الجنوب يا رجال غير هذا محال غير هذا محال إنني أبيني إنني ضالعي إنني يافعي ٢٠١٨ الذي كان لنا لقاءات سواء على هذا الميدان أو على تلك المواقف البطولية التي حققتها الكتيبة جنبا إلى جنب إلى كل تلك الكتائب الذي كان لها الدور في تحقيق انتصارات وإنجازات أمنية تكلل فيها النجاح وحققت فيها أرقام ومعدلات أمنية في تنفيذ المهام الأمنية هناك حيث تم ضبط الكثير من العناصر التخريبية وهناك حيث قمتم بالدوريات تلبية ونداءً وتنفيذا لتوجيهاتنا عبر عمليات الأمن تلك الخطة الأمنية التي انبثقت من سلسلة اللقاءات برئاسة وزير الداخلية أحمد الميسري الذي كان آخرها انبثاق اللائحة التنفيذية هناك ستصفر صفارة أخرى هي مسألة ضبط حمل السلاح والذي أنا أؤكد لكم من هنا من أنكم ستكونوا السباقين في تنفيذ هذه الخطة الأمنية هذا الوطن الذي عانى وظل يعاني طوال سنين مريرة من ظلم واستبداد الاحتلال من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري وأننا نقول لهم اليوم بأن قوات الأمن هي قوة الحق وهي مع الله لأننا مع الحق سنمضي لأننا مع المواطن نموت ونفنى تتطاير أشلاءنا وتتناثر لحومنا لتأمين غيرنا لا يوجد هذا في أي سلك إلا في هذا السلك العسكري نسهر الليالي لكي ينام أطفالنا ونساءنا نستمر في العطاء لأجل هذا الوطن ويشرفنا بأننا ننتمي لهذا السلك سلك الأنبياء وسلك الرسل سلك الرجولة سلك الشدة لأن الفخر بانتمائنا لهذه القوة قوات الأمن قوة الحق سنستمر بالعطاء ما دمنا أحياء مفهوم ننبذ العنصرية وننبذ الطائفية.